انطلق الشوط العاشر للقيدان المشتركات للجروب. المركز الأول في الصدارة في المقدمة مع مهند سعيد بن زايد الخيارين، وثالثا مع العابر أو ثانيا مع العابر محمد بن ناصر بن طريبيل، وثالث المراكز مع بن دلموك مع المنتصر حمد بن فرج بن دلموك، ورابع المراكز الأشعار بن خديعة مع مرموك أو تسعة مباش علي بن محمد بن سعيد الخديعة مبلش. يا سلام لمحمد بن علي بن محمد بن سعيد الخديعة، ولكن روح الصدارة يا سلام يا سلام مع العابر عبر العابر أو مهند سعيد بن زايد الخيارين. يا سلام مع الخيارين مع مهند ابن طريبين مع العابر. يا سلام شعار الانجازات في ظهر العابر. يا سلام ابن طريبين هو ثانيا المراكز او ثالثا مع المنتصر للسيد حمد ابن فرج بن دلموك، ورابع المراكز وصل مبلش علي بن محمد ابن سعيد بن خديعة. يا سلام ونروح مع مهند. يا سلام مع الخيارين مهند سعيد بن زايد الخيارين، وصلنا 700 متر ولا زال مهند في الصدارة في المقدمة. يا سلام ورا شعار بن طريبيل وصل مع العابر. يا سلام العابر محمد بن ناصر ابن طريبيل. يا سلام الملقب بخبير المضمرين، وثالثين وصل بالخديعة مع مبلش علي بن محمد بن سعيد الخديعة، ولكن مهند قال باي باي يا مهند. روح مهند واقلع مهند. يا سلام يا مهند محمد بن سعيد أو سعيد بن زايد الخيارين. يا سلام يا مهند سلام الخيارين. يا سلام يا مهند سعيد بن زايد الخيارين. يا الله الله الله. يا سلام مع مهند لعلي أو سعيد بن زايد الخيارين عفوا. يا سلام يستاهل الزعفران الخيارين على انتزاع مهند بالمركز الأول، والمقصر المركز الثاني العابر محمد بن ناصر ابن طريبيل، وثالثا مبلش علي بن محمد بن سعيد الخديعة. وتوقيت الزمني 3:04 67 جزء من الثانية. التهانينا والناموس للخيارين مهند سعيد بن زايد الخيارين، انتزع الشوط العاشر.